السلام عليكم، مرحبا بكم، عدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبه دراغون بول زي. قمت بالعديد من المهام صراحه، اكثر من 5 مهام تقريبا، اغلبها كانت ثانويه، وهنا حنا وصلنا لمرحله الكلام مع بولما لكي نسافر لكوكب نامك. تقريبا شابتر لوحده كان في عدد هائل جدا من المهام الثانويه. ستلاحظون اذا دخلنا الخريطه بان اغلب المهام الثانويه قمت بها ولقد فتحت بعض من الكوميونيتيز، لهذا السبب انصحكم ان تفعلوا تلك المهام الثانويه بما ان الدعم قليل على هاته اساسا، يعني المقاطع تصل فقط ل 60,000 مشاهده، 70,000 بالاحرى اذا قام الشباب بنشر المقطع ودعموه. استطعت فتح فريق هذا الغبي بعد مساعدتي لهم في احد المهام. طلبوا مني تدمير احد تلك الروبوتات الشريره، دمرتها فجمعوا تلك القطع وسيقومون الان بصناعه روبوت خطير. كذلك فتحت هذه الانسه، الانسه هي التي تعطس وبعد تتحول، عندما تعطس فان شعرها يصبح اصفرا. حصلت عليها، هذه يمكنكم الحصول عليها من ضمن المهام الرسميه في اللعبه. وكذلك حصلت على هذه التورتل بعد قيامي باحد المهام الثانويه خاصه. تقريبا هذه هي الشخصيات التي فتحناها لحد الآن. استطعت رفع مستوى جوهان من المستوى 14 إلى المستوى 17. تعلمت كذلك بعض من القدرات الخيالية سأظهرها لكم الآن على السريع، هي هاتي سوبر ماسينكو، وكذلك تعلمت هاتي الكراشين سترايك. لمن يتساءل الطريقة التي استعملتها لكي أتعلم تلك القدرات، ستلاحظون في الخريطة أن هناك هاتي العلامة الخاصة بالتدريب، اتجهوا نحو تلك العلامة وفي إمكانكم التدرب وفتح تلك الأمور. الآن سنتكلم مع بولما لكي نتابع التختيم. بولما في هذه اللحظة سأمر فاست فورورد، لا يهمني الأمر، ماذا طلبت مني الآن؟ قالت لي go find the part. نعم، تلك هي الأشياء التي علينا البحث عليها، وها هي ظاهرة في الخريطة. الآن سنتجه فقط نحو المناطق، نجمع الأشياء وبعدها نعيدها لبولما لكي تصنع لنا السفينة الفضائية، وبتلك السفينة الفضائية سنسافر لكوكب ناميك. وإذا أردتم الحصول على دوائر زي تايب بكثافة عالية، فأنصحكم أن تتعاركوا ضد هذه الروبوتات التي تكون منتشرة في الخريطة. تعاركوا ضدها، لأنني اكتشفت إذا تعاركتم ضدها ستحصلون على عدد هائل جدا من الدوائر. المهم نجمع هاته، ممتاز، ترمي فايت لقد وجدته، وجدناه بسرعة صراحة. نتجه نحو الدائرة الأخرى، وجاءت هذه الروبوتات، نتعارك ضدها على السريع. أشاتهم سوبر ماسينكو، واو، ضربة واحدة فقط فاستطعت تدمير ذلك الروبوت بلا أي شيء مشاكل. المعركة ستكون شرسة ببساطة، لأن هذه الروبوتات الآن مستواها هو عالي شيئا ما، برغم من هذا سنفوز عليهم بسهولة تامة، مستوانا هو أعلى بكثير من مستواهم. سونغوان صراحة أصبح قوي جدا، عنده الآن 66,000 الهيلث. ها نحن وجدنا الهوفي رايت، انهيت احد الروبوتات الاخرى، وستلاحظون بانني حصلت على 140 قطعه زيتي في معركه واحده فقط. وها هي الدائره الثالثه والاخيره، وجدنا الان جميع الاشياء التي طلبت منا بولما الحصول عليها لكي تستطيع صناعه المركبه الفضائيه. وبعد هذا العمل كله، ها نحن مستعدون لكي نسافر لكوكب نامك. وفتحنا الكوميونتي بورد الخاصه ببولما، هذه الكوميونتي خاصه بالسكيلز، بويلد ساكسيسريت، بويلد زينيكوس. لحد الان لا زلنا لا نحتاج تلك الكوميونتي، لان لم تطلب منا اللعبه بناء اي شيء، المركبه الفضائيه ستبنيها بولما على خاطرها، واعطتنا اللعبه هذه الفرصه لكي نذهب ونتجول في العالم. اذا لم تقوموا بتلك المهام الثانويه فانصحكم استغلوا الفرصه الان وفعلوا تلك المهمات الثانويه، بما انني فعلت كل شيء، هيا لكي نسافر لكوكبي نامك. بعد حصولنا على ذلك الاكسبي رفعنا مستوانا، يعني ان مستوى جوهان الان اصبح 18. اخذنا المركبه الفضائيه، جئنا للكامي هاوس لكي نودع الشباب، اكيد اعتنوا انتم كذلك بانفسكم. بالنسبه لسونغوكو لا اعلم اين اختفى، بعد المعركه ضد فيجيتا اختفى سونغوكو، لم يظهر نهائيا لانه اصيب كثيرا، ممكن ان يتعافى في منزل بولما، عندما يتعافى اكيد سيلحق بنا لكوكب ناميك. وها نحن دخلنا يا اصدقاء لهذا الشابتر، فيجيتا سيحاول الحصول على الدراغون بولز لانه يريد ان يصبح إيمورتل. إذا أصبح إيمورتل سيحاول السيطرة على العالم، لكن لن نسمح له أبدا بفعل تلك الأمور. وها نحن وصلنا لكوكب ناميك. كوكب ناميك صراحة رائع. وبالفعل آلة بولما الخاصة بتتبع دراغون بولز اشتغلت، يعني أن بالفعل هناك دراغون بولز في كوكب ناميك. وهناك شخص جاي، هل فيجيتا؟ واو، فيجيتا بسرعة تعافى ووصل لكوكب ناميك. سنحاول التخبئة لكي أي خاصة لكي لا يكتشفوا أمرنا. فيجيتا المغفل سابقنا يريد منع فريزا من الحصول على الدراغون بولز. ممكن أن فريزا يريد الحصول على الدراغون بولز لكي يصبح هو كذلك إيمورتل ويبدأ في تدمير مزيد من الكواكب. لا أستبعد أنه يريد السيطرة على اليونيفرس. ومن هؤلاء الأشخاص الآخر الذين جاءوا الآن؟ بولما عندها استراتيجية، هي أنها تريد الهروب من كوكب ناميك والعودة للكرة الأرضية وبعدها إحضار سونغوكو معها. علينا الانتظار ما يقارب شهران، لكن هل بالفعل كوريرين وصلوا
غوان سيستطيعون العيش في هذا المكان شهران. إذا وجدنا فريزا أو وجدنا فيجيتا فإنهم سيقتلوننا. بالرغم من كل تلك التدريبات، غوهان لا يستطيع العراك ضد فريزا لوحده. فريزا جمع الآن 5 سكرات تقريبا. هذا الشخص عرف بأن هناك قوتان خارقتان اختفيا، وهي قوة غوهان وكوريرين، لأنهم أخفوا الكي آي خاصتهم. أما بالنسبة لي فيجيتا لم يخفي الكي آي خاصته، فأحسوا به، عرفوا أن فيجيتا يتجول الآن داخل كوكب ناميك. هذا الشخص لحق بفيجيتا يريد قتله. أصلا ذلك الشخص ضعيف جدا، فيجيتا سيدمره بلا أي مشاكل. من هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا؟ ممكن أنهم مع عصابة فريزا، يستعملوا آلاتهم، اعتقدوا بأنهم أقوى منا. دمروا الآلة، كيف ستستطيع الآن بولما العودة للكرة الأرضية؟ كلاب، علينا تدميرهم، سندمركم بسهولة. مستواهم 17 يا أصدقاء. اعتقدت بأن مستواهم ضعيف، لكن لا، مستواهم ليس ضعيفا كثيرا. هيا يا كوريرين، استعمل الديسكوايا، دمر ذلك الغبي الذي أصابني. حسنت حسنت، انتظروا، سأملأ الطاقة. هيا بسرعة بسرعة، املئ الطاقة. حسنت، الآن لحظة تدمير ولحظة الفوز ضد هؤلاء المغفلين. كلاب خطيرون خطيرون صراحة، ليسوا ضعفاء كثيرا. هل أنهيتهم؟ انتهت المعركة؟ هجموا علي في البداية، دمروني، وفي الأخير استعملت سوبر ماسينك واحدة فقط فأنهيتهم نهائيا. ما كان علي الإسيان بهم، مستواهم 17 ونحن 18 فقط. من الجيد أنني تعلمت السوبر ماسينكو، سهلت علي مأمورية الفوز كثيرا. الآن سنتحكم في فيجيتا. نعم، هذا شيء رائع جدا. هناك كذلك المركبة الفضائية الخاصة بفريزا، علينا تدميرها، ستكون منتشرة في الخريطة. فيجيتا الهيلت عنده 141,000، عدد هائل جدا من الهيلت. هاتي السفن هنا المنتشرة في الخريطة هي سفن رجال فيجيتا، يعني إذا دمرنا تلك السفن لن يستطيع رجال المجيء ولن يستطيع الذهاب. سنحبسهم في كوكب ناميك. تذكرت، بما أننا فتحنا فيجيتا نأتي إلى هنا للكاركترز ونفتح هذه الأشياء، وها نحن مستعدين لكي نستعمل شخصية فيجيتا. هل هناك منطقة للتدرب؟ نعم، هناك منطقة لأصدقائي التدرب، هاي واحدة قريبة جدا منا، وكذلك هناك تلك المنطقة هناك في الفوق. سأضيف لكم يا أصدقائي طريقة التدرب والاستراتيجية التي فعلتها لكي نحصل على تلك القوة باستعمال غوهان. قبل هذا سنتابع التختيم ونتعارك ضد هذا الشخص، هذا الشخص المغفل الغبي. لاحق بفيجيتا فقط لكي يتعارك ضده، اعتقد بأنه أقوى من فيجيتا، لكنه نسي أن فيجيتا كاد أن يموت بعد عراكي ضد سونغوكو، يعني أن سيكون قد تطور. لم يفهموا أي شيء، ارتفعت قوة فيجيتا لأكثر من 20,000. لحظة الحقيقة ولحظة التدمير، ممتاز الغاليكوغان. أصبت جيدا بالغاليكوغان. المعركة لن تكون أبدا سهلة ضد هذا الشخص، لأنه قوي صراحة، وضمن المجموعات القوية الخاصة بفريزا، لهذا السبب لا يجب الاستهانة به. ممتاز، هيا كينسكتيف إنرجي، هارب. ممتاز ممتاز ممتاز، برغم من أن هارب استطاع إصابتها يا حبيبي، أصابني، لا أستطيع الهروب الآن من تلك الكيس. استطاع خلخلة درعي، علي ملء الطاقة على السريع. ممتاز أحسنت، هيا اذهب عنده، دمره بسرعة، اهرب اهرب. السلام، لا مشكل لا مشكل، نسدد عليه نحن كذلك تلك الكرات، لا يوجد لدينا أي مشكل. أحسنت، أفضل استراتيجية صراحة لكي تفوز ضد هذا الشخص هي استعمال الكرات. أما من ناحية العراكة عن قرب، ممكن أن يفوز علينا. المعركة بالفعل هي ليست بالسهلة وليست بالصعبة، بل هي معركة متوسطة فقط. الغاليكوغان، أحسنت، أهرب، أحسنت، هي هي علينا الابتعاد، شربنا من إناء، لم يشبق الكثير. أحسنت، هي دمره، ممتاز، أنهيناها. 88,000 الإكسبيرينس. اللقطة الكاتسين بدأت. أحسنت، أنها قتلها يا أصدقائي. فيجيتا لا يرحم أي أحد. تفاجأ أصدقاء فريزا لأن أصاب ذلك الشخص. وبهذا سنكون قد فتحنا الكميونيتي بورد الخاصة بفيجيتا. فيجيتا عندها 8 في زي كميونيتي. الآن سنبحث على منطقة أمنة في كوكب ناميك لكي نختبئ فيها. وجدت المنطقة الأمنة، كان علي العراك ضد أولئك الأعداء لكي نستطيع الولوج لها بعد تدمير لهم بسرعة كبيرة. ها نحن فتحنا المخبأ. غوهان وكوريرين أحسوا بقوة غريبة، لكن تلك القوة ممكن أنها خاصة بسكان ناميك، وهاي تلك القوة جاية الآن. هؤلاء الأشخاص ليسوا من سكان ناميك. لا أستبعد أن فريزا وأتباعه، كوريرين وغوهان، أحسوا بقوة خارقة تخرج من متزعيم الحرب وهو فريزا، فعرفوا مباشرة بأنهم لن يستطيعوا العراك ضده لوحدهم. وبعد مرور أسابيع، سونغوكو تعافى 100%. أب بولما عدل تلك المركبة الفضائية التي أحضرت للكرة الأرضية، وسيستعملها الآن لكي يأتي عندنا لكوكب ناميك.
لا يمكنني لا الطيران ولا استعمال الكيبلاس، لأنني إذا استعملت تلك الأشياء سيكتشفون أمرنا. جئنا للمدينة التي وصل لها فريزا وأتباعها. ها هو ديندي مع ماوري. استعملوا آلاتهم، عرفوا بأن قوة ذلك الشخص المسكين هو ضعيف، لن يستطيع العراق ضدهم، وطلبوا منهم إعطاءهم الكرة. ها هم أحضروا لهم الكرة ذات الخمسة نجمات. فريزا الآن عندها خمسة كرات، يحتاج فقط كرتان وسيستطيع استدعاء شينرون الناميكي. سدد عليه. أحسنت أحسنت، ممتاز، دمر لهم جهاز الاتصال على الأقل. غضب ذلك الغبي. تودوريا سيبدأ في قتلهم. مشكل، ضرب ذلك الشخص المسكين، أسقطها للأرض. هل سيقتل كذلك ديندي الصغير؟ جوهان لن يستطيع استحمال الأمر، أكيد سيتدخل. لا تتدخل يا جوهان، لن تستطيع العراك ضدهم. هؤلاء الأشخاص فإنهم أقوى بكثير منك. إذا لم يتدخل جوهان، ديندي سيموت. ماذا سنفعل الآن؟ هل يمتنع جوهان ويموت ديندي؟ لا، بل قرر جوهان التدخل. كوريرين لن يترك جوهان لوحده. جاء، إذا كنت ستموت يا جوهان سأموت معك. الآن سنتعارك ضد هذا المغفل. واه، مستوى 20، مستوى أعلى بكثير منا. مشكل 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 مشكل. ممتاز، هربت. هيا هيا يا دمر. يشبه الثور ذلك الغبي. شاهدتم طريقة تحركه؟ لم أصيبه، سأحاول ملء الطاقة. ممتاز، ملأتها يا حبيبي. الآن سيهجم، هربت منه. لحظة تدميره. هيا، أحسنت، ممتاز يا حبيبي. أصابني أصابني. هيا دمره بالديسكو، دمره بالديسكو. أحسنت، نستغل تلك الفرصة. سدد عليه بالكرات، خذ الماسينبو. أحسنت، علي استغلال الفرصة وسديد عليه بالماسينبو. أحسنت أحسنت أحسنت، أصابته جيدا. أصابني أصابني، أصبح أحمرا بسرعة. أصابت، لا يجب علي ملء الطاقة. عاد الوراء، يعني أنه سيهجم. ممتاز، هربت 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 هربت. نسدد عليه فقط بالبلاص. هؤلاء الأشخاص أصدقاء فريزا هم ضعيفون صراحة، لا يستطيعون تحمل البلاص كثيرا. ممتاز، البلاص مرة أخرى. هيا ندمره. أصينبو، أنهيته. واو، معركة خيالية صراحة. إس 30,000 إكس بي، لا أصدق أنني فعلت هذا ضد ديودورا. هذا الشخص هو تقريبا ثالث أقوى شخص من عصابات فريزا. الآن فرصة لكي نهرب يا جوان، لا يمكننا العراك ضدهم. هيا بسرعة بسرعة بسرعة. أخذنا ديندي وهربنا يا حبيبي. الدودوريا سيلحق بنا. نعم، لا يريد سرقنا. إذا استطاع اللحاق بنا يا جوان سنموت. وسريع جدا دودوريا، رغم من أننا دمرناه لا زال يحتفظ على قوة خيالية. نعم تذكرت، استعمل قدرتك الخارقة يا كوريرين. هيا اعمي لها العينين. هيا أوكي، لا تقلق، لن أنظر بالخلف مني. أحسنت، طيوكين يا حبيبي، سولار فرير. أصاب عمى عينه. هذه فرصة لكي نهرب. هيا أسرعوا، أهربوا، لماذا أنتم متوقفين؟ الشيء الذي أكرهه صراحة في دراغون بول هي كثرة الكلام. انتظروا حتى يتعود لها الرؤية وبعدها سيمسك بكم يا أيها المغفلين. مباشرة بعد إصابتكم لها أهربوا، لماذا جلستم تراقبون وتنتظرون من النظر حتى يعود إليه؟ على الأقل فعلوها وهربوا. العفو يا ديندي، أفضل شيء فعلناه لحد الآن هو أننا أنقذنا ديندي من أولئك المجرمون. لو تركناه هناك لقاموا بقتله. وهنا عند مرة أخرى نستطيع اللعب بفيجيتا. فيجيتا سيستغل هذه الفرصة وسيدمر ديودورا لأن تفرق من فريزا، وأنا كذلك سأستغل هذه الفرصة وسنأتي إلى هنا لمنطقة التدريب لكي أشرح لكم طريقة التدرب. لكنني لا أستطيع الذهاب للمنطقة، لا أعلم لماذا. ممكن أن اللعبة لا تريد من فيجيتا أن يصبح قويا جدا، لأننا إذا أصبحنا أقوياء سندمر ديودورا بسهولة تامة ومنعنا من الذهاب لمناطق التدريب. الآن قبل أن ننهي المقطع، سنتجه عند ديودورا وسنقتله على السريع لأن ليس قوي كثيرا مستوى، فإنه يتساوي شيئا ما مع مستوى فيجيتا. فيجيتا مستواه الآن 24. دودوريا نفس الشيء، مستوى يتشابه مع فيجيتا، لكنني سأدمره بلا أي مشاكل. وفي الأخير أتوقع أن فيجيتا سيقوم بقتله، لأن انتظر هذه الفرصة حتى خرج دودوريا بالقرب من فريزا وعليه أصلا قتله، لأن إذا لم يقتله وبقي على قيد الحياة سيعود مرة أخرى ينضم لفريزا وسيكون من الصعب علينا تدمير فريزا. وبعد قتلنا لدودوريا لم يتبقى الكثير، 6 أيام فقط وسيصل سونغوكو لكوكب ناميك. بعدما مات الشباب قرروا الذهاب عند كين كاي لكي يستغلوا الفرصة ويتدربوا عنده. وحضر كين كاي سونغوكو من عدم العراك ضد فريزا، قال لا أرجوك لا تتدخل، لا تتعارك ضد فريزا لأن فريزا أقوى بكثير منك. برغم من أنك تعلمت الكايوكين، تعلمت كذلك الجينكيداما، لن تستطيع مع الأسف العراك ضده. في نفس الوقت اتجه فيجيتا لتلك القرية، قتل الجميع وحصل على تلك الكرة
كرة دراغون بول الرابعة، فقرر إخفاءها لكي لا يجدها فريزا، وأفضل مكان لكي يخفيها فيه هو رميها وسط من المحيط. قبل أن ننهي هذا المقطع سنتدرب الآن لكي نحصل على الرابيد فاير كي ويف. يجب أن يكون مستوانا 20 على الأقل لكي نستطيع العراك بلا أي مشاكل. مستوانا 24 يعني أننا سنستطيع فتح تلك القدرة in no time. وبعدما يقارب الخمس دقائق من العراكات استطعت الفوز بالفعل، تعلمت تلك القدرة الخارقة، نضيفها الآن في خانة سوبر أتاك. وكانت هذه هي طريقة التدرب لكي تستطيع تعلم القدرات الجديدة وإضافتها لشخصيتكم. وهنا سنكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى أن عجبتكم. حتى الملتقى، مع السلامة يا رفاق.